السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حباب قلب ادم؟ عامل ايه؟ تعالوا بس من غير ما نلغي كتير، يلا بينا نخش في التقيل. بصوا قبل بس ما نبدأ الفيديو كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام عشان احنا ناخد حسنات ونتاخدوا حسنات. الزغلول ده عايزين نشوف بردك ايه عمل ايه. افتح الكشاف. ماشي. يا لهوي يا ابن ده يا ابن. بصوا من هنا، ايه ده يا ابن؟ ايه واكل على كده؟ طب واكل اهو انت حتى في معدتك، يعني بص مفروم. يا عيني يا ابني والله يا ابني انت صعبان عليا. بايدي ايه اعمله؟ حاسك بقيت. طب انا ماسك الفخارة عشان ما حدش يقول لك الفخارة. ايوه انا ماسك الفخارة وبايدي، ما تخافوش. بس انا عايز اوريكم دماغ ورمة ازاي يا عيني. استغفر الله العظيم يا رب، كل ده بسبب الكراكان دي. طب يعني هو عيل صغير مش هيخش يكسر لك البيت بتاع الزغاليل، ولا يخش يضرب لك زغاليلك، ولا يخش يضايق. هو ما عملش حاجه، ده غلبان، ده كان نازل من هنا وبقى ايه، لان هو عنده بيض وكده خايف على العشه بتاعته عم واكله علقه. فبصوا انا عملت بقى ايه، حليتها عشان ايه ما الزغلول ما يقعش تاني. قفلتها من ورا خالص. الاول كانت مفتوحه من يعني في سدايب كده زي هنا كده، انا قفلت الحتة دي من ورا. فالمهم الحمد لله الحركه دي مش تحصل تاني. ويلا بينا بردك نبص على ايه اللي حصل جديد معانا اللي شاف في اسهم. دول الاكشاك اللي فوق اهو ما شاء الله، ربنا يبارك. وبرده بصوا الزغلول بتاع لسه الغزار، حته عسليه. ان شاء الله لسه مستحمين بقى في ايه جو جامد. دول الجوز دول طالعين للبيع، مع هيحصوا ان شاء الله يعني عليها الحصوايه في حدود مثلا اسبوع كده ممكن تحص، مش عليها الحصوية اللي هي في حدود اسبوع بتتجمع بتاع الزغلول لوحمة ايه. وفيديو النهاردة كان بيتكلم عن ايه؟ يا لهوي دي احنا نسينا فيديو النهاردة. يلا بينا نخش على الفيديو عشان احنا رخمنا عليكم شوية، بس كنا بنوريكم ايه التجديدات اللي احنا عملناها. الزغلول ده في ناس كلمتنا قالت لي هتبيعه، لا ده مش للبيع، ده طلع على ايدي فاهمين اللي هو ايه حبيبي يعني. ده عايز بس اسقي مية دلوقتي. بص يا صاحبي ده كان عنده سالمونيلا ورجله كانت مكسورة وكان مسيف وكان بيموت وبيطلع في الروح. الزغلول ده انا قلت خلاص ده بيودي، انا قلت خلاص الزغلول ده انا مش هشوفه تاني. بقيت اكله واديله فول واديله مية، حاولت ان انا يعني امشي معاه خطوة بخطوة، احطه في حتة امان، ادفيه، احطه في الشمس، يعني مثلا ايه بدفيه في العين دي. ومثلا لما بعوز احطه في الشمس بعمل كده، مثلا بيبقى في شويه شمس هنا كده بخليه ايه يشوف الشمس، بس الشمس راحت دلوقتي، بحاول اخليه يشوف الشمس كتير عشان لما بيشوف الشمس صحته بتبقى جميله. بس انزله تحت. بصوا هو الزغلول اصلا حبيبي. بصوا بقى نخش على الفيديو عشان احنا رخمنا عليكم جامد قوي. رقم واحد الحمام الدشار، يعني انت عايز تجيب حمام دشار وتسيبه عندك ويبدا يسيب عندك. هتجيب مثلا كام دكر او كام قص. الاسس اللي عندك، الاسس اللي انت هتشتريها، هتقص النوتي وتفتح للدكرة، الدكرة تطلع عارفة ان النوتي عندك تثبت عندك. يبدأوا ان هم يثبتوا، يقعدوا معاك اسبوع، في التاني في التالت، اول ما يعدوا الشهر خلاص ان شاء الله ممكن يبقوا بتوعك. بس مش درجة ان هم يبقوا بتوعك تاخد بيهم السكة وبتاع، لا. تاني خطوة، جبت كام دكر، تعمل ايه؟ هيبقى عندك نوتي سايبة، نوتي مثلا زي النتاية دي، نتاية سايبة عندك ملهاش دكر. تجيب لها الدكر. بص البيت بتاع الكشك. تجيب لها دكر. انت عندك الدكر اهو اللي انت مشتريه عايز تسيبه، دكر دشار جامد تمام. انت هتاخده هتدشره، رقم واحد لازم تدشره. رقم اتنين لازما تديله نتاية من عندك عشان يقعد عليها. لكن
تديله نتايج من عندك عشان ايه يقعد عندك، لكن لو ما اديتوش نتايج مش هيقعد، ومش مش ما تعتمدش على الدشار. ايه احسن حاجه؟ الدشار حاجه جميله اه، بس مش اللي هو تخلي الدكر يقعد عندك. لو شاف صاحبه ممكن يروح، انا ممكن اخليه يشوف صاحبه وما يروحلوش. بنتايته عندك، يعني لو نتايته عندك هيقعد، نتايته مش عندك هيروح لصاحبه، ودي حاجه اكيد. هو هيروح عشان نتايته، مش هيروح عشان حاجه تانية. لكن لو مولود عنده وسيبته على نتايه عندك، صعب صعب ان هو يقعد عندك، صعب. حتى لو دشرته وظبطته كويس، لو طالع عنده قاعد عنده 3 سنين، سنه مش عارف صباح، سنه اسمه ايه ده تماسي، والسنه ال المهم خلينا في المهم عشان اصلا ايه الشمس جايه في دماغي والواحد مش قادر يتكلم كتير. فالمهم تبقى سنه تماسي، وسنه مش عارف عصاري، وسنه تشميس ولا ايه، استنى كده مش هم. المهم الزغلول لو طلع عند صاحبه وجيت طياره من عندك وهو عنده 3 سنين، يعني دكر كبير، صعب قوي انك تقعده على نتايه ويقعد عندك، يعني تخليه ياخد نتايه من عندك ويقعد، لا دي صعب. لو هو مشتريه فاهمني، لو هو مشتريه وبتاعه والزغلول ايه وفرد الحمام حافظ ان هو ايه، استنى خليكم معايا ثانية كده عشان ايه الزغلول بيصوص، هنروح نقتله بسرعة ونجي لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. فرد الحمام لو طلع من غيته وراح عند غية تانية وقعد سبت في الغية دي وجالك، فالفرد الحمام ده هيبقى في حاجة في دماغه، بيحتار ان انا لو طرت انزل على غية ولا غية اروح لأني واحد فيهم، فهيحتار. ففرد الحمام ده انت ما تشتريهوش، انت لو عايز تشتري فرد حمام ويقعد عندك ويثبت وبتاع، يكون طالع عند صاحبه فرد حمام جامد وانت واثق فيه، فرد الحمام تكون واثق فيه، واثق ان هو جامد، تديله نتايه من عندك، نتايه جامده حلوه في النش، يعني اللي هي جامده اللي هي بتبقى شديده في النش. المهم هتاخدهم هتديهم لبعض، تقص النتايه، الدكر هيقعد يخلف تطلع تطيره بردك مفيش مشاكل، عادي هياكل ومفيش مشاكل، هيطيره ومفيش مشاكل، بس لو صحته مش تبقى حلوه، فانت الاحسن هتديله نتايه وبعدها باسبوع تشيلها تمام، وتدي له باب وخلاص. هتقول لي كلامك ده كله غلط، اقول لك لا مفيش منه الكلام ده، هات لي حاجه غلط انا قلتها، ان انا بجيب دكر من بره بديه لنتايه بدشره شهر، اول حاجه بدشره شهر، بعد كده بديه لنتايه، بعد كده بسيبه على النتايه تمام، يتروا من النتايه ويحفظوا بعديهم والنتايه تنزل على هنا تمام، وخلاص تدي له باب وتشيل النتايه. لكن لو طيرته كده ما هو متدش من غير نتايه ممكن يروح لصاحبه ممكن يقعد عندك، فانا بقول لك على الايه حاجه اللي انت ينفع تعملها. ولو وصلت لغايه هنا اهم حاجه اللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله باذن الله باذن الله يعني هنجيب جوز بول خضر، بس مش دلوقتي يعني، اما ايه اما نشوف الدنيا فيها ايه وهنشوف مين هينفع يدينا حاجه نظيفه. الشمس طبعا بدات تخش البلكونه اهي، بس مش دلوقتي، بتبدا تتفرش على بعد الظهر كده، لكن احنا داخلين على العصر فالشمس مش هتتفرش. فالمهم الشمس مفيده، النور ما يتفتحش الصبح عند الحمام. تقول لي طب انت كنت فاتحه ليه؟ اقول لك كنت بس بصور عشان درجه الحراره بس ما تبقاش عاليه عند الحمام. غير كده بيتفتح بالليل ماشي مفيش مشاكل، بس مش ايه كل يوم، يعني النور اصلا الحمام ما بيحبش النور، الوقت انت تبقى عند الحمام فيه افتح النور، الوقت اللي ما تبقاش فيه ما تفتحش النور. مشكله العرس بردك، فالناس بتقول لي العرس بتخش لنا البلكونه، عايز العرس ما تخشلكش البلكونه، قفل على الحيطه وبس. يلا سلام.